منذ بداية الثورة السورية قبل 3 سنوات ومطالبتها بإسقاط النظام من خلال المظاهرات، بدأ نظام الأسد في تنظيم ما سمي بالمسيرات المؤيدة للقيادة والنظام. تلك المسيرات المؤيدة دائما ما كانت مثار اهتمام فضائيات النظام الإعلامية، والتي من فكت تروج لها ولضخامتها. وكما سبق في الدول العربية التي قامت فيها ثورات أسقطت الأنظمة الحاكمة، ظهر مؤيدو تلك الأنظمة، وبالطبع لم تكن سوريا استثناء عن هذه الظاهرة. القصة بدأت من مجلس الشعب حين ظهر أحد النواب متمنيا من رئيسه أن يحكم الوطن العربي، لا بل أن يحكم العالم، إذ لم تعد سوريا كافية لحكم بشار الأسد لها على حد قوله. قلتها أنك الوطن العربي قليل عليك، الوطن العربي قليل عليك، وأنت لازم تقود العالم يا سيادة الرئيس. هذه المسيرات أو الوقفات تحمل أحيانا طابعا مضحكا، وفي أحيان أخرى ابتذالا أصبح معهودا في ثورات الربيع العربي، لكنه قد يصبح مادة إعلامية لكثير من الناشطين الذين يعتبرونه أحد نقاط ضعف من يعارضونه. التأييد يصل أحيانا بالبعض إلى تأليه قائدهم الملهم أو حزبهم المحبب. عنا بشار الأسد قبل الله بنعبد، وأنا بقول لك يا هيك. فهم يعتبرونه قمة الحب والوفاء لمن أيدوه وأرادوه رئيسا لهم. لنشاهدها حتى على وسائل إعلام نظام الأسد التي لم تعرف غير طرف واحد ظلت تمجده طيلة 40 عاما السابقة. قال اسألوا الإيبائي، اسألوا إيبائي، اسألوا جدي، اسألوا نسبي، اسألوا الشموخ، اسألوا للواحد الأحد، اسألوا ما شئتم، فأنا البعث ديني وربي بشار الأسدي. قبيل انتخابات الرئاسة القادمة والتي يروج لها الإعلام المؤيد لبشار الأسد، يظهر أحدهم مجددا في مجلس الشعب ليسبق الجميع ويعلن النتيجة في منبر من المفروض أن يكون باسم الشعب. ونتائج هذه الاقتراحات ستكون إعلامية قنابل موقودة تضرب بها على أمريكا وأذنابها نتيجة اقتراح الشعب السوري 99% لقائد هذا الوطن. المنحبكجية كما يسميهم السوريون باتوا جزءا كبيرا من الإعلام في سوريا، ومنهم من يفتخر بهذه التسمية، لكن يبقى الطرف المقابل يعتبرها مظلة تحجب الحرية عن الشعب والوطن. عبد الله طعمة، حلب اليوم.